بحضور عدد من ممثلي أحزاب تحالف سائرون، عقد المركز العراقي للتنمية الإعلامية ندوة حوارية حضرها نخبة من الإعلاميين والشخصيات السياسية للحديث حول البرنامج الانتخابي والأهداف التي وضعها التحالف للمرحلة المقبلة. جلسة حوارية نظمها المركز العراقي للتنمية الإعلامية بحضور عدد من ممثلي الأحزاب المنضوية تحت تحالف سائرون للحديث عن البرنامج الانتخابي والأهداف والتوجهات التي رسمها هذا التحالف للمرحلة المقبلة وإيضاحها للجمهور. مبادرة جيدة أن يكون هناك استضافة من قبل المركز العراقي للتنمية الإعلامية بحضور إعلامي كثيف أكاديمي لعرض برامج الكتل السياسية. الباكورة كانت اليوم مع تحالف سائرون للإصلاح يضم عدد من الكتل السياسية، التيار كتلة الاستقامة، الحزب الجمهوري، الحزب الشيوعي وأطراف أخرى كثيرة موجودة في هذا التحالف. استضافينا شخصيتين مهمة، بعد أن اعتذر الدكتور من حزب الاستقامة عن حضور هذا الاجتماع لظرف طارئ، الدكتور رائد فهمي سكرتير عام الحزب الشيوعي والدكتور حاتم حطاب الأمين عام الحزب الجمهوري العراقي، تحدث بصورة مباشرة أمام الجمهور عن البرامج الانتخابية، التحديات، الوضع الانتخابي، وكانت هناك أسئلة كثيرة، ونعتقد هذا الحراك مهم جدا في المرحلة القادمة أن تعرض الكتل السياسية كل برنامجها الانتخابي. كل الشخصيات التي حضرت اليوم أتت لكي توضح طبيعة هذه التحالفات وما هي الأهداف التي مرجو منها في موضوع سائرون نحو الإصلاح في وقت عين الشارع العراقي ترنو على النخب الجديدة حقيقة التي تريد أن تحدث تغيير مفصلي في هذا الاتجاه. أضف إلى كل هذا، أنا أعتقد اليوم الشارع يريد أن يستفهم كجزء من رغبته لكي يسير باتجاه، دعني أقول، انتخابات للمرحلة القادمة لمجموعة من القوى المدنية التي باتت تملك مشروع دولة حقيقية في هذا الإطار. حزب التجمع الجمهوري العراقي برئاسة الأستاذ سعد عاصم الجنابي أكد أن التحالف وضع نصب عينيه التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتأكيد على الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد وبناء دولة المواطن المدنية الديمقراطية بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية. المركز الإعلامي للتنمية الإعلامية متفضل في أن يدعونا لهذه الندوة واللقاء بهذه الوجوه الإعلامية الكبيرة، هذه المنابر الحقيقة التي لها تاريخ كبير في مسيرة الإعلام العراقي، للحديث عن طبيعة تحالف سائرون وعن أهداف هذا التحالف وعن مكونات هذا التحالف وتوجهاته وأيضا رؤية هذا التحالف في بناء دولة المواطنة العابرة لدولة المكونات. حزب التجمع الجمهوري العراقي برئاسة الأستاذ سعد عاصم الجنابي له بصمة كبيرة جدا في هذا التحالف، وليس خافيا أن أقول أنه كان للأستاذ سعد دور بارز ومؤثر وكبير جدا في أن يظهر هذا التحالف إلى حيز الوجود، وهو تحالف إن شاء الله واعد وقادر على أن يقود المرحلة المقبلة بنجاح إن شاء الله. احنا ملتزمين إذا قلنا القضايا الوطنية والدولة ودولة المواطنة وكذلك القضايا الاجتماعية ومحاربة الفساد، فهذه الملفات هي كلها حتكون أمامنا. أكيد حرب الفساد، أكيد الدولة وبناء الأسس السليمة، التشريعات الضرورية لذلك، وكون هناك ثم تشريعات بناء مؤسسات معينة، أكو قانون مجلس الخدمة اللي يشرع ولازم ننفذه، لازم نخلص من نظام نهج المحاصصة بالتدريج لأجل أن يكون نفتح الباب للمواطنين، وكذلك طبعا بالميدان الاقتصادي حيكون الميدان الاقتصادي والاجتماعي هم كبير إنه لأجل أولا أن نفتح لنتوجه إلى هاي الشرائح المجتمعية الكبيرة اللي اليوم تعاني من الفقر وتعاني من التهميش، وكذلك ملف الخدمات بكل ما يعني ملف هذا الخدمات. ستة أحزاب من القوى الديمقراطية والإسلامية المعتدلة يجمعها قاسم مشترك من الأهداف الوطنية وضعت مصلحة المواطن فوق المصالح الشخصية، تستعد لخوض غمار الانتخابات المقبلة تحت مسمى تحالف سائرون للإصلاح. من بغداد غيث محمد، قناة الرشيد الفضائية.